رسالتي هي الاعتراف بما حل باليزيديين كإبادة جماعية شاملة من خلال قصة شقيقتي ليلى. نقلت معاناة الآلاف من اليزيديات وهم يعانون من الظلم والاضطهاد في سجون داعش وإلى الآن. حررت من بيد داعش، يعني حكيت قصتي لأهلي، وفي بداية كانت صعبة علي، وخاصة أخي خالد، هو مو بس أخ مثل صديق لي، أنا حكيت معه وهو شجعني بهذا الشيء، وحتى أقدر أكمل هذا القصة وأحكي له، وبعدين هو هذا الشيء صعب لأخويا هم. ولای امروز دسته تو نیم میزبی چی گفته تر که گلیه متصندین. إلى الآن وبمساعدة حكومة أقليم كردستان والمكتب الخاص للرئيس حكومة أقليم كردستان تم تحرير 3244 من هذا المجموع. بقي إلى الآن 3173 لا يزالون يعني مجهولي المصير. هولی چی زور لعنت حکومتی ارین کردستان بتعبت خودی زنگ داره که خودی کسایتی دیوک دیو کپن که ویش برای برنس که از حسیب خدا در رید واتن ترام سرچادا راستی ایلو که خوشحالی نرد جوات هرلان رو ید کو کفتین دسته داعش دا ما بری وقتی می تم بقضايا قضية الأيزيديين، لذلك كان من المهم جدا أن نقوم بتوثيق جرائم داعش التي ارتكب بحق الأيزيديين وخاصة النساء الأيزيديات اللواتي تم اغتصابهم وبيعهم في الأسواق، لذلك من المهم جدا توثيق هذه الجرائم.